بشرة خير يا أهل الخير، النهاردة في نزول حلو جدا في أسعار الأعلاف. هيثم الصعيد نزل النهاردة في سعر تن العلف 1000 جنيه. منتظرين النهاردة شركة الإيمان والفجر وباقي المصانع نزلوا في سعر تن علف، يا ريت بس ينزلوا أكتر من 500، مبقاش 300 ولا 400 ولا 500. والنهاردة في نزول في سعر الكتكوت الأبيض جنيه واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد. فضلا وليس أمرا دعونا باللايك والاشتراك في القناة. أسعار الدواجن يوم الجمعة 22/9/2023، وليكم الأسعار. كتكوت باد حر ب9.5 جنيه، كتكوت باد مشعر ب11 جنيه، كتكوت أبيض أهالي ب20 جنيه، كتكوت أبيض شركات بادئ من 23 إلى 26، كتكوت سمان ب4.5 جنيه، كتكوت ساسو جلتاني ب16 جنيه، كتكوت ساسو شفر ب17.5 جنيه، كتكوت باد هجين ب11 جنيه، كتكوت باد هجين متهجن عالي ب14 جنيه، كتكوت فيومي بلدي ب11 جنيه، كتكوت رز فرز برابر ب12 جنيه، كتكوت رز على وش ب15 جنيه، كتكوت رز فرز ديوب ب18.5 جنيه، كتكوت جميزة ب19 جنيه، كتكوت الوز عامل النهاردة 46 جنيه، بط مسكوفي R41 البطاية النهاردة عاملة 41 جنيه، بط مسكوفي مخلط ب38 جنيه، بط مر المحلي ب38.5 جنيه، بط بكين هذا ب24 جنيه، بط شرفان ب26 جنيه، بط فرنساوي بيور ب30 جنيه. لو عجبكم الفيديو بتاعكم تستفادوا من اللايك بتاعكم واشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.